السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، اهلا بكم مرة تانية مع موضوع التلات وحدات التانيين. خلاص درسنا اول تلات وحدات، هندخل بقى على الجزء التاني وهما الوحدة الرابعة والخامسة والستة واللي عنوانهم myself and the others. myself and the others يعني انا والاخرون. طبعا بدايتنا مع الوحدة الرابعة واللي عنوانها looking after our world. looking after our world يعني الاعتناء بعالمنا. تاني looking after our world، الاعتناء بعالمنا. تعالوا حبايبي نشوف اول درس معانا، يلا listen one، واللي بيكلمني عن my visit to Elephantine Island يعني زيارتي لجزيرة Elephantine اللي موجودة في أسوان. تعالوا يلا نبتدي بالكلمات شكل ما احنا متعودين. اول كلمة معانا كلمة rare يعني نادر. Elephantine Island، Elephantine Island يعني جزيرة Elephantine. أسوان Botanical Garden، أسوان Botanical Garden يعني حديقة أسوان النباتية، حديقة أسوان النباتية. Calendar يعني تقويم. Rain شكل كلمة مطرة كده حبايبي، يعني عهد أو فترة حكم. طبعا هنا الجي هتبقى silent، الجي هتبقى silent. Sunset يعني غروب الشمس، غروب الشمس. Philae temple طبعا هنا حبايبي ممكن اقول Philae ده نطق وفي نطق تاني Philae Philae or Philae، اي نطق من الاثنين صح. Philae temple Feluca طبعا دي معناها الفلوكة اللي احنا عارفينها اللي هو القارب الصغير. First حبايبي بمعنى غابة. تعال نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مدهالي. Fantastic يعني رائع. Waterfalls يعني شلالات مياه. Shape حبايبي يعني شكل. History يعني تاريخ. Nubian village يعني قرية نوبية. Particularly يعني خاصة. Decorated يعني مزينة أو مزخرفة. Museum طبعا museum يعني متحف. Village حبايبي يعني قرية. Famous يعني مشهور. Quiet ودي بتساوي كلمة calm، طبعا ال هنا silent حبايبي. Calm Traffic يعني حركة المرور. Mountain طبعا ال A هنا silent وهنا عندي short I فتبقى mountain. Tomb طبعا هنا حرف ال B silent مش بينطق حبايبي، وما قولش tomb it's a tomb it's long U tomb. Bright طبعا ال GH هنا silent معنى ساطع أو لامع. Bright Nobles يعني النبلاء. Town حبايبي يعني مدينة صغيرة. City يعني مدينة كبيرة. تعالوا نشوف يلا حبايبي الأفعال اللي هو مدها لي. تعالوا نبدأ بالأفعال العادية regular verbs. Traveled يسافر. Traveled Missed Walked طبعا حبيبي لازم نطبق بقى القواعد اللي احنا بناخدها، قلنا بعد السه ساوند والكه ساوند الاي دي بتنطق تا. Missed and walked. Waited Understand Understood Think Thought Find Found Leave Left تعالوا نشوف حبايبي في صفحة 182 بيقول لي الـ important expressions and prepositions، أهم طبعا التعبيرات وحروف الجر. Lots to see الكثير لترى. The oldest part of أقدم جزء من. I'm missing you يعني أنت وحشني أفتقدك. I'm missing you
A very rare calendar. A very rare calendar. يعني تقويم نادر جدا. Go for long walks. Go for long walks. يعني التمشية لمسافات طويلة. Brightly decorated houses. Brightly decorated houses. يعني منازل مزينة بألوان زاهية. Through the desert. Through. It's not through. It's through the desert. يعني عبر الصحراء. By boat. By boat. بالقارب. Full of. Full of. يعني مليء بي. From the rain of. From the rain of. From the rain of. يعني من عهد. It's quite green. It's quite green. يعني خضراء إلى حد ما. See you soon. See you soon. See you soon يعني أراك لاحقا. تعالوا شكل ما احنا متعودين أول كويز معانا ودي بيدهالي على المعاني اللي أنا حفظتها. طبعا عندنا كلمة first. First حبايبي بمعنى غابة. عندنا كلمة فلوكا. فلوكا. وقلنا دي معناها فلوكا. عندنا sunset يعني غروب الشمس. عندنا botanical. botanical يعني نباتي. ودي بتيجي مع botanical garden. بص كده number one بقول there are rare plants. rare حبايبي بمعنى نادر. يعني بيقول لي يوجد نباتات نادرة in the egg garden. أكيد the botanical garden. botanical garden يعني حديقة النباتات اللي موجودة في أسوان. طب number two بقول I like to go by A on the Nile. it's exciting. مثير. طالما في النيل حمشي بإيه. برافو عليكم. فلوكا. number three بقول لي there are too many trees in there. بقول لي في أشجار كتيرة جدا في إيه. أكيد هتقول لي في الغابة. الغابة حبايبي اسمها فورست. تاني الغابة اسمها فورست. تعالوا يلا بقى مع بعض نروح أسوان. فعلا احنا محتاجين ان احنا نروح أسوان ونعرف الآثار الجميلة اللي فيها. تعالوا بقى نروح مع بعض أسوان ونروح لألفنتين آيلاند جزيرة ألفنتين ونعرف الآثار اللي موجودة في أسوان. هاي داليا. طبعا نجوى بعتل داليا فبتقول لها هاي داليا. هاو ار يو. طبعا أول ما تبدأ الخطاب بتاعها بتقول لها كيف حالك. هاو ار يو. طبعا لما حد يقول هاو ار يو بقول له ام فاين. ام فاين حبايبي يعني انا بخير. طيب ام ميسينج يو فبتقول لها انت وحشاني جدا. ام اون الفنتين ايلاند يعني انا على جزيره الفنتين. اند اتس ذا موست فانتاستيك بليس. قلنا قبل كده حبايبي كتير ان الصفه الطويله لما اجي اعمل مقارنه من الدرجه العليا بجيب قبلها ذا موست. فاقول ذا موست فانتاستيك بليس يعني اروع مكان. It's in Aswan. يبقى هنا لازم أعرف إن Elephantine Island is in Aswan. And there is lots to see. وفي حاجات كتير تشوفيها. Yesterday I was traveling. خلي بالكوا حبيبي هيكلمني في الوحدة دي عن زمن الماضي المستمر. قلنا حبيبي أول ما اسمع كلمة مستمر يعني الفعل فيه ing. وأي زمن مستمر حبيبي لا يخلو من verb to be. Am, is, are, was, were. فبالتالي هنا قبل was قبل الفعل اللي في ing فبقول عليه ماضي مستمر. هنشرحه بالتفصيل في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. by boat to the island with my friends. بتقولكوا حبايبي ذا لما يجي وراها كلمة بتبدأ بصوت متحرك انطقها the. فقول by boat to the island with my friends. مع اصدقائي. we were trying to understand the elephantine name. we think it's the shape. بيقول كنا بنحاول نعرف ونفهم هو الاسم بتاع Elephantine ده جي منين. فمثال ان هو جاي من الشكل. فصفحة 183 بتزود لي المعلومات عن Elephantine Island فبتقول لي Elephantine Island is the oldest part of Aswan. دي اقدم جزء في أسوان. In fact حبيبي معناها في الحقيقة. All the island is full of history. يا كل الجزيرة مليانة تاريخ. After that, we went to the Aswan Museum. يعني متحف أسوان. We were looking at all the old things from the island. كنا بننظر لكل الأشياء القديمة اللي على الجزيرة. When we found a very rare calendar from the reign of Thutmose III. ولقينا هناك كمان تقويم نادر قوي من عصر. قلنا reign دي يعني فترة حكم أو عصر. تحتمس الثالث. But it's not only about history. بس هي بس مش عن التاريخ. It's a beautiful and calm place. انا حباب اللي هنا silent. ده هي مكان جميل وهادي. There is no traffic. مفيش بقى سيارات ولا عربيات ولا اتوبيسات. مفيش مرور. So it's very quiet. quiet برضو معناها هادي.
And the air is clean. بيقول لي ان الهواء ماله حبايبي نظيف جدا. We can go for long walks. يعني ممكن نتمشى تمشية طويلة. There are no forests. مفيش هناك غابات. But there are lots of trees. بس في اشجار كتير. So it's quite green. عشان كده الى حد ما هي خضراء. بيكلمني عن غروب الشمس فبقول The sunsets. غروب الشمس are fantastic. هناك رائع. Particularly from a فلوكه. بالذات بقى لما اكون راكب على الفلوكه في المية. We were walking. تاني ادي ماضي مستمر. In one of Nubian villages this morning. كنا ماشيين في احدى الجزر النوبية هذا الصباح. They have beautiful brightly decorated houses. بتلاقي فيها منازل كده مزينة بشكل جميل الوانها رائعة وجذابة. We had lunch there looking at the Nile. كنا بنتناول الغداء واحنا بننظر الى النيل. Tomorrow is our last morning. بكرة بقى هيبقى اخر صباح لينا هناك. So we're going to walk. قلنا going to حبيبي لما يجي وراها فعل يبقى معناها سوف. We're going to walk to the tombs. قلنا tombs حبيبي بمعنى مقابر. اوعى تنسى البي سايلنت. Of the nobles. مقابر النبلاء. Through the desert. في الصحراء. I'll be so sad to leave. حزين قوي ان انا غادر الجزيرة. Can't wait to see you soon. نفسي اشوفك قريب. نجوى ومضت تحت نجوى. تعالوا نشوف حبايبي الاسئله اللي موجوده تحت. اول سؤال بيقول لي How was Nagwa traveling to the Elephantine Island. كانت مسافره ازاي؟ قال لي she was traveling by boat. طبعا اكيد هي جزيره يبقى هنروحها بالقارب. نمبر 2 بيقول Why will Nagwa be sad. ليه هتكون نجوى حزينه؟ طبعا قلنا حزينه ليه؟ عشان هتغادر الجزيره. يبقى اكيد هقول to leave the island. انها تسيب ايه حبايبي؟ الجزيره. تعال نشوف حبايبي يلا جنرال اكسرسايزز اللي موجوده في صفحه 184. بقول لي listen استمع and write true or false. المفروض ان احنا هنستمع وبعدين نشوف الكلام ده صح ولا غلط. طبعا حبايبي بيقول لي last week يعني الاسبوع اللي فات we visited Elephantine Island. It's located in Aswan. It took its name from its shape. يعني خدت اسمها من شكلها. We were traveling by boat to the island. We were looking at all the old things from the island when we found a very rare calendar from the reign of Thutmose III. تعالوا نشوف بقى أول سؤال معانا. بيقول لي they visited Elephantine Island last week. زاروها الأسبوع اللي فات. هتقول لي يا مستر حضرتك قلت كده فعلا هيزوروها الأسبوع. زاروها الأسبوع اللي فات سوري. طيب نمبر 2 بيقول لي Elephantine Island is located in Aswan. موجودة في أسوان. هتقول لي أيوة طبعا true. طيب Elephantine Island took its name from its shape. خدت طبعا اسمها من شكلها. هتقول لي true صحيح. You can get to the Elephantine Island by car. بالسيارة. هتقول لي false طبعا احنا بنروحها بالفلوكة أو بالبوت بالقارب. تعالوا حبيبي يلا نشوف السؤال التاني. بيقول لي read and complete the text with words from the books. عندنا walks يعني يمشي او تمشية. عندنا decorated يعني مزين او مزخرف. عندنا sunset يعني غروب الشمس. عندنا traffic يعني مرور او حركة المرور. sad حبيبي يعني حزين. بقولي Elephantine Island is a beautiful and calm place. There is no ايه so it's very quiet. مفيش ايه عشان كده هادية. هتقولي there is no traffic مستر يعني مفيش مرور. بيقولوا we can go for long ايه طبعا هناك بنقدر نتمشى كتير. فاذا for long walks يعني بنذهب للتمشية. There are no forests but there are lots of trees. بيقولي مفيش هناك غابات لكن هناك اشجار كتير. So it's quite green يعني لحد ما خضراء. They are fantastic particularly from Afluka. طبعا غروب الشمس شكل ما قلنا رائع خاصة لما بيكون راكب الفلوكة. فبالتالي هقول the sun sets. تاني the sun sets. There are Nubian villages. They have beautiful brightly a houses. طبعا قلنا ان القرى النوبية فيها منازل مزخرفة ومزينة بشكل جميل جدا بألوان زاهية. فهقول brightly decorated. تاني brightly decorated. تعالوا نشوف حبيبي السؤال الثالث وهو سؤال التوصيل. بيقول لي we can go to the tombs يعني احنا ممكن نروح المقابر. طبعا المقابر اللي ذكرها لي هي مقابر النبلاء. فهقول we can go to the tombs
of the nobles through the desert اللي موجودة في الصحراء. يبقى هوصل واحد بسي. Number two, بقول إن أسوان ميوزيوم يعني في متحف أسوان حبيبي. There is a أكيد في تحف وأشياء قديمة. فهقول a rare calendar from the reign of Thutmose III. يبقى هوصل اتنين بي اي. Number three, بقول we can go on a fluke. طبعا ممكن نروح في الفلوكة أو ممكن نسافر بالفلوكة. أكيد في نهر النيل. يبقى هقول through the Nile. تاني through the Nile يعني خلال النيل أو في نهر النيل. Number four, بقول Elephantine Island. جزيرة Elephantine is طبعا قلنا دي أقدم جزء في أسوان. يبقى إذا هقول is the oldest part of أسوان. The oldest part of أسوان يعني أقدم جزء حبيبي في أسوان. تعال حبيبي في صفحة 185 نشوف سؤال الترتيب. بيقول لي is from the sunset a fluke fantastic. طبعا عايز أقول إن غروب الشمس رائع من الفلوكة. يبقى هقول the sunset غروب الشمس. الفعل بتاعي is. الصفة بتاعتي fantastic. From a fluke. تعال نشوف number two. بقولي boat we traveling where by. طبعا عايز اقول ان احنا كنا مسافرين بايه حبايبي بالقارب. فهقول we were traveling by boat. We're traveling by boat. طبعا حبيبي انا المفروض اكون ملتزم بالخط ده في الكتابة بس عشان بس المساحة ضيقة فانا بنزل تحته شوية. Number three, بولي soon you to see can't wait I. طبعا عايز اقول انا مش قادر استنى عشان اشوفك. يبقى اذا هقول I can't wait الغرض to see you soon. تاني I can't wait to see you soon. حط الاكسكلاميشن مارك بتاعتي. تعالوا نشوف number four. بقولي full of history is island elephantine. طبعا عايز اقول ان جزيرة elephantine مليئة بالتاريخ. فاذا هقول elephantine island يعني جزيرة elephantine is full of. full of حبايبي يعني مليئة بي. history وان history حبايبي اللي هو ها التاريخ. برافو عليكم. is full of history يعني مليئة بالتاريخ. تعال نشوف يلا سؤال البنكتويشن معنا. بيقولي where did يارا go. طبعا where الدبل طبعا هتبقى كابيتال لانها في اول الكلام. did ما فيهاش اي حاجة. يارا هتقول لي اه لازم الواي تبقى كابيتال يا مستر. ليه؟ عشان اسم شخص. go فيهاش اي حاجة. في الاخر لازم احط question mark عشان ده سؤال. تعال نشوف يلا سؤال باراجراف واللي اكيد هيقول لي اتكلم عن الفانتين ايلاند وبالتالي لازم احفظ كل الحقائق والمعلومات اللي هو مدهالي عن الفانتين ايلاند يعني جزيرة الفانتين. وطالما هتكلم عن مكان موجود في مصر حبيبي فتعالوا نبدأ بالجملة الجميلة دي. Egypt يعني مصر is full of يعني ايه full of حبيبي؟ مليئة بي. fantastic places يعني مصر مليئة بالأماكن الرائعة. وابدأ أتكلم عن جزيرة elephantine فأقول elephantine island is a fantastic place in أسوان. يعني حبيبي مكان رائع في أسوان. طبعا مديني oldest part يبقى هقول it's the oldest part in أسوان. يعني ده دم جزء في أسوان. طبعا عايز أقول إن هي مليئة بالتاريخ. يبقى إذن هقول it's full of history. it's full of history حبايبي يعني مليئة بالتاريخ. ممكن أقول هي خدت اسمها من شكلها. يبقى ممكن أقول it took
its name يعني خدت اسمها from من its shape يعني من الشكل بتاعها. ممكن اقول كمان ان هي مكان هادي يعني it's a very calm place يعني هي مكان هادي جدا. واحنا قلنا سبب حبايبي there is no traffic يعني هناك مفيش حركة مرور. طبعا بيقول لي sunset احنا قلنا sunset هناك رائع يبقى هقول the sunsets are fantastic there يعني غروب الشمس رائع هناك. طبعا long walks يبقى اذا ممكن اقول ان انت تقدر تروح تتمشى هناك يبقى هقول we can go for long walks there يعني احنا ممكن نروح نتمشى هناك تمشيات طويلة. ممكن اختم اقول it's a fantastic place يعني هو مكان رائع. ممكن اقول you really should visit it يعني يجب ان انت تزور. وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا عن جزيرة الفانتين. بس الكلام ده حبايبي بقدر اكتبه لما احفظ الدرس بشكل جيد بيمكنني ان انا اكتب الباراجراف ده بسهولة جدا. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في الحلقة اللي جاية ودي هتكون عن الجرامر بتاع الدرس التاني واللي هيكلم لي عن الماضي المستمر. شارك لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. سلام عليكم.